بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهاردة بنتكلم على موضوع اسمه البيلياري سيستم. بيلياري سيستم، بيلياري يعني بايل، أصفر يعني. بنتكلم يعني على السيستم اللي بيشيل البايل، المرارة يعني، اللي هو المرارة الموجودة عندنا اللي هو لونه أخضر ولا أصفر ده يعني، ما نعرفش. البيلياري سيستم ده عبارة عن إيه؟ الأول ناخد الديزاين بتاع الموضوع واحدة واحدة كده نقعد نتكلم عليه بالتفاصيل. زي ما انتوا عارفين ان الليفر عباره عن تو لوبس، رايت وليفت لوب. فمن الرايت لوب بيبقى فيه داكت موجوده، ومن الليفت لوب بردك هيبقى فيه داكت موجوده. يبقى داكت جايه من الرايت لوب وداكت جايه من الليفت لوب، يبقى رايت وليفت هيباتيك داكتس. يبقى عندي ايه اول حاجه؟ ايه؟ رايت وليفت هيباتيك داكتس بيتحدوا مع بعضهم ويعملوا لي داكت جديده اسمها كومن هيباتيك داكتس. يبقى انا بقى عندي رايت وليفت هيباتيك داكتس جايبين البايل، البايل اللي هي السكريشن يعني. بيتحدوا مع بعضهم يعملوا داكت اسمها ايه؟ كومن هيباتيك داكت. بيبقى عندي بقى حويصله موجوده اسمها الجول بلادر. هنشوف دلوقتي عامله ازاي. دي اسمها جول بلادر، دي الجول بلادر دي بتنتهي بداكت اسمها سيستيك داكت. يبقى انا عندي دلوقتي رايت وليفت هيباتيك داكت تحلو مع بعضهم عامل داكت اسمها ايه؟ كومن هيباتيك داكت. الكومن هيباتيك داكت دي هتتحد مع داكت جايه من الجول بلادر. كلمه جول بلادر يعني الحويصله المراريه، كلمه حويصله باللاتيني يعني سيست. يبقى الداكت اللي موجوده اسمها سيستيك داكت. السيستيك داكت تتحد مع الكومن هيباتيك داكت ويعملوا لي داكت جديده اسميها كومن بايل داكت. تعالوا بقى نكتب الاسامي دي كلها بعد عشان نبتدي نحفظها. يبقى البيلياري سيستم عباره عن ايه؟ واحده واحده. يبقى اول حاجه عندنا رايت ليفت هيباتيك داكت، يبقى نمره واحد الداكت دي اسمها ايه؟ رايت وليفت هيباتيك داكت، ده واحد. اتحدوا مع بعضيهم وعملوا لي داكت جديده اسمها كومن هيباتيك داكت. امال ايه دي؟ دي المراره. لما حد يقول فقعت مرارتي، فقعت مرارتي يا نوف، يبقى دي اسمها ايه؟ المراره جول بلادر. مفيش حد هيقدر يفقع مرارتش لان هي اتفقعت اصلا، اتشالت يعني على طول يعني. يبقى دي اسمها جول بلادر. الدكت بتاعتها يبقى دي اسمها جول بلادر اللي هو الحويصله المراريه. الجول بلادر ليها دكت، الدكت دي اسمها ايه؟ سيستيك دكت. دي يبقى دي اسمها سيستيك داكت. السيستيك داكت دي اتحدت مع الكومن هيباتيك داكت فعملوا لي الداكت الاخيره بقى، خلاص بقى مفيش بقى، اسمها الكومن بايل داكت. يبقى ما هو البيلياري سيستم؟ يبقى البيلياري سيستم رايت وليفت هيباتيك داكت. الرايت وليفت هيباتيك داكتس دول اتحدوا مع بعضهم وعملوا لي داكت اسمها ايه؟ كومن هيباتيك داكت. الكومن هيباتيك داكت دي اتحدت مع السيستيك داكت. ايه السيستيك داكت دي؟ دي الداكت بتاعت الجول بلادر. فعمل الداكت الجديده اسمها كومن بايل داكت. طيب الكومن بايل داكت دي هتعمل ايه؟ هتنزل زي ما احنا شايفين اهو، تيجي نقاطها. نزلت ورا الجيجرام،
نزلت ورا الهيد اوف بنكرياس وجايه تفتح في البوستروميديال اسبكت بتاع السكند بارت اوف ديجرام. بلاش الكلام الصعب ده، السكند بارت اوف ديجرام. بس ما فتحتش كده لوحدها. امال عملت ايه؟ لقيت ان في سيستم كده موجود جوه البنكرياس، ده اسمه البنكرياس. البنكرياس ده اندوكراين اكسكراين جلاند. اندوكراين جلاند يعني سكريت انسولين جلوكاجون سمثينج لايك ذس. اكسكراين بتطلع انزيم زي الانزيم. يبقى هو اندوكراين اكسكراين يعني ميكس جلاند، يبقى لازم يبقى ليه داكت. الداكت بتاعته نرسمها كده وليكن باللون البني ده. الداكت بتاعته دي اسمها مين بانكرياتيك داكت. اسمها ايه؟ مين بانكرياتيك داكت. المين بانكرياتيك داكت دي بتتحد مع الكومن بايل داكت. يبقى المين بانكرياتيك داكت اتحدت مع ايه؟ مع الكومن بايل داكت. لما اتحدوا مع بعضهم عملوا لي حته انتفاع دي ليها اسم مخصوص في الاناتومي اسمها امبولا. كلمه امبولا يعني انتفاخ في نهايه اي حاجه. بقول امبولا اوف ريكتم يبقى انتفاخ في نهايه الريكتم. امبولا اوف فاز يعني في نهايه الفاز ديفرانس حته منتفخه. كلمة أمبولا يعني انتفاخ. الساينتست اللي اكتشفها اسمه باتا بيسموها أمبولا أوف باتا. ذا نيم أوف ساينتست. يبقى أنا عندي دلوقتي الكومن بايل داكت اتحدت مع المين بنكرياتيك داكت. ولما اتحدت مع المين بنكرياتيك داكت عملت لي داكت جديدة اسمها أمبولا أوف باتا. طب الأمبولا أوف باتا دي جاية تفتح فين؟ جايه تفتح في السكند بارت بتاعت الديجرام. يبقى جايه تفتح في السكند بارت بتاعت الديجرام. بس المشكله اللي موجوده عندي ان الاكل هيدخل في السيستم ده. فلازم ربنا يخليه في التوب بتاع الحاجه. عارفين لما الواحد يبقى قمه الجبل ويبقى فيه فتحه مفيش حاجه تقدر توصل لها. فعايز اقول ان هي بترفع الميوكس ممبرين. الامبولا الضغطه دي بترفع الميوكس ممبرين. وبتعمل بابيلا، بابيلا يعني بروجكشن. اسمها ميجور ديدينال بابيلا. اسمها ايه؟ ميجور ديدينال بابيلا، هي بتفتح في الطب بتاعها. يبقى دي رافعه للميوكس ممبرين اللي لازم تبقى موجوده ولا تبقى كارثه. اسمها ميجور ديدينال بابيلا. يبقى انا البيلياري سيستم بتاعي ده عباره عن رايت تو ليفت باتر داكتس. اتحدوا مع بعضهم عملوا لي داكت اسمها ايه؟ كومن هيباتيك داكت. الكومن هيباتيك داكت اتحدت مع داكت ثالثه اسمها سيستيك داكت. سيستيك داكت دي تبع الجول بلاد. عملوا مع بعضهم حاجه اسمها امبولا اوف باتر وجت تفتح في السكند بارت بتاعي. ايه اللي يزيد السيستم صعوبه سنه ان في داكت ثانيه كده بتبقى يسموها اكسسوري بنكرياتيك داكت كده. لان البنكرياس ده كان في الامبريولوجي دبل ان اوريجن. فالاكسسوري بنكرياتيك داكت دي بتيجي تفتح 1 انش اباب الميجر بنكرياتيك داكت وترفع الميوكس ممبرين وتعمل حاجه اسمها ماينر ريجنال بابيلا. يبقى زي ما كان عندي ده اسمه مين بنكرياتيك داكت. ده طلع البنكرياس كمان في داكت جديده اسمها ايه؟ اكسسوري بنكرياتيك داكت. الاكسسوري بنكرياتيك داكت اللي هي دي بتفتح برضك 1 انش يعني 2.5 سنتي اباف المين بنكرياتيك داكت. بترفع الميوكس ممبرين وبتعمل ماينر ريجنال كمان. يبقى مره ثانيه بقى ده سيستم كامل ومهم. يبقى السيستم بتاعي عباره عن ايه؟ رايت وليفت هيباتيك داكتس. الرايت وليفت هيباتيك داكتس دول بيتحدوا مع بعضهم يعملوا داكت اسمها ايه؟ كومن هيباتيك داكت.
الكومينيفاتري داكت دي تتحد مع داكت جاي من الجول بلادر اسمها سيستيك داكت، يعملوا مع بعضهم داكت جديده اسمها كومن بايل داكت. كومن بايل داكت دي بتتحد مع المين بنكريات الداكت وتروح عامله لي دايلاتيشن اسمها امبولا اوف باتر. الامبولا اوف باتر دي بتفتح في السكند بارت بتاعت الجدران بس بترفع الميوكس ممبرين، ولما بترفع الميوكس ممبرين بتعمل بابيلا اسمها ميجور جيجنال بابيلا. ايش معنى كلمه ميجور جيجنال بابيلا؟ لان في داكت جديده اسمها اكسسوري بنكريات الدم، ودي بترفع الميوكس ممبرين وتعمل بابيلا ثانيه اسمها ماينور جيجنال بابيلا. مكانها فين في العراق؟ 1 انش اباف الميجور جيجنال. يبقى ده السيستم اللي موجود عندي اللي بطلق عليه كلمه البلياري سيستم. طب البلياري سيستم ده الفلو اوف بايل ده ماشي ازاي؟ قبل ما نشرح موضوعين مهمين جوه السيستم ده، انا الموضوعين اللي هيهموني في الاناتومي في الكلام ده الكومن بايل داكت والجول بلاكر. بس عايز بس افهمكم السيستم ده ماشي ازاي؟ الديزاين بتاعه يعني ربنا عامله ازاي؟ ليه كده؟ ان شورت كده الفكرة بتاعت الموضوع كلها ممكن نمسح دي بقى مش مهم دلوقتي وبعدين برجع لها. In short البايل ده سكريشن جاية من الليفر، يعني ده الليفر اهو. البايل ده جاي منين؟ جاي من الليفر. بعد ما بيجي من الليفر رايت كوليكت هيباتيك داكت اهو، اتحدوا مع بعضهم عملوا داكت اسمها الكومن هيباتيك داكت، اتحدت مع الداكت اللي جايه من الجول بلادر وعملت لي داكت جديده اسمها ايه؟ كومن بايل داكت. الكومن بايل داكت دي جايه تفتح في السكند بارت بتاعت الجدران بعد كده. ايه اللي بيحصل بقى ان شورت؟ ان شورت السكريشن اللي جايه من الليفر اللي اسمها البايل نازله كده، السكريشن اللي اسمها بايل نازله كده، نازله عن طريق الرايت وليفت هيباتيك داكت. بعد ما بتنزل كده تروح مكمله في الكومن هيباتيك داكت، تروح مكمله في الكومن بايل داكت، قاعده تنزل 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 تنزل، وبعدين قاعده تنزل لغايه تحت اهي. ربنا ما يسيبش بقى الموضوع كده. عارفين زي بالظبط ربنا ما خلق لنا سفنكترز للانال كنال، ليه ربنا خلق لنا سفنكترز للانال كنال؟ مش ما ينفعش هنبقى ماشيين والسكوتز نازله عماله على بطال يعني كويس، عمل لنا سفنكتر لليورينال بلاد اليوريثرا ليه؟ يعني اليورين هيبقى نازل عماله على بطال، ما لازم يبقى في وقت من الاوقات عشان الواحد يدخل الحمام بسرعه. فهو نفس الشيء البايل ما يقدرش ينزل على طول في الدين عماله على بطال. فربنا يعمل ايه بقى؟ يجي هنا في الحته دي ويروح عامل لي سفنكتر. ليها اسم للاسف يعني، ما عارف الاسامي ابتدت تكتر. اسمها سفنكتر اوف اوجي. طب عندك نيم اوف ساينتست. السفنكتر اوف اوجي دي موجوده حوالين الامبولا اوف باتر. طب وانا استفدت ايه؟ مقفوله. يعني ايش قصدك انها مقفوله؟ جو تقول لي يعني ايه مقفوله يا دكتور يعني؟ يعني مسدود طريقك يا ولد يعني. يعني ايه مسدود طريقك يا ولد؟ يعني البايل لازم 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 يلاقي الدنيا مسدوده. طب ولما يلاقي يلوفها الدنيا مسدوده ايه اللي يحصل؟ يبتدي البايل يحصل له اكيوميليشن. طب ما الدنيا مسدوده اكيوميليشن مسدوده اكيوميليشن مسدوده اكيوميليشن مسدوده اكيوميليشن، وبعدين يبتدي بقى يلاقي الفويصله، يبقى يبتدي يدخل جوه الفويصله اللي اسمها الجول بلادر. طب هو يعني هي الجول بلادر دي هتستوعب؟ ما هيتعمل بقى تمص الميه وترميها في الزباله وتعمل كونسنتريشن للسكريشن دي. يبقى الجول بلادر دي مهمتها ايه بقى؟ تعمل كونسنتريشن اند ستورج اوف بايل. الراجل اللي هو الجزار، شفتي جزار في حياتك قبل كده؟ هتشوفي. فالراجل الجزار هو بيذبح الخروف في العيد يعني كويس، يجي تلاقيه وهو قاعد بيذبح كده مهتم جدا بالحته بتاعت الجول بلادر دي.
لو ما مسكهاش كويس هتبوظ كل اللحمه اللي موجوده. شوف هي من اي حته زنطوطه، بص يقول لك بص ادي جول بلادر وروح رميها كده بعيد، لو فرقعت من معدتكم كل اللحمه باظت. شوف من قد ايه الكونسنتريشن، يبقى بيحصل ايه؟ ستورج وكونسنتريشن اوف سباين، يبقى السكريشن نازل عندي من الليفر ماشي في الكومن بايل داكت، ماشي في الكومن بايل داكت لغايه ما بتوصل للحته بتاعت الامبوله مقفوله، السكريشن بيحصل لها اكيوميشن 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 اكيوميشن، تدخل جول جول بلادر كونسنتريشن اوف سباين. وبعدين ايه اللي يحصل يا لين؟ اللحظه السعيده، لحظه الاكل، وحين الاكل بتطش العقول. طبعا اول ما الواحد بيبص على الاكل خلاص بقى لا بينسى لا متجوز ولا مش متجوز، الواحد بياكل بعد كده بيبتدي يفكر بقى. بس ساعه الاكل ايه اللي يحصل بقى يا بطل؟ يحصل كونتراكشن، هنا المسلز بتعمل كونتراكشن، بيحصل ريلاكسيشن للسفنكتر. يبقى كونتراكشن للجول بلادر، ريلاكسيشن للسفنكتر، يبقى البايل ده كله يروح نازل عندي في الجدران. وبعد كده يرجع يا مولاي كما خلقتني، يحصل ريلاكسيشن للمسلز وكونتراكشن للسفنكتر لذا الصناعه. يبقى الفكره بتاعتي واضحه جدا في السيستم ده اللي اسمه بليار سيستم، ربنا خلق الجول بلادر فور كونسنتريشن اند ستورج اوف بايل. مفهوم ماسك كلام؟ يهمنا في الاناتومي بقى وفي الطب موضوعين. يعني كل الكلام اللي انا شرحته ده ايه؟ انتروداكشن. يعني قول لي كويس عبد الرحمن كل ده انتروداكشن يا دكتور؟ ما هو المشكله بتاعتنا ان احنا بندخل على طول على مواضيع الاناتومي نحفظها واحنا مش فاهمين، احنا قاعدين بنحفظ ايه؟ لكن بنحفظ وخلاص. جول بلادر بيجي سؤال في الامتحان، كومبايل بيجي سؤال في الامتحان وخلاص. لا، نفهم بس الاول الدنيا ماشيه ازاي عشان انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعرف موضوعين في الاناتومي. الموضوع الاولاني يا ويت، اي لاف يو ويت الصراحه، هو اخوك هو مسجل انا مش هاممني حاجه، يتقلب بس مش مشكله. يبقى عندنا هنا الموضوع الاولاني اللي انا عايز اقوله يا نوفا، ان احنا نتكلم على الكومن بايل داكت. تفهمني صراحه. الموضوع الثاني يا جود وشك احمر دلوقتي، يعني نتكلم على الجول بلادر. يبقى انا عايز اتكلم على موضوعين يهموني هنا في اللي هو الاناتومي. ايه الموضوع الاولاني اللي يهمني؟ اللي هو الكومن بايل داكت. الموضوع الثاني اللي يهمني اللي هو الجول بلادر. يبقى نتكلم على الدكت اللي اسمها الكومن بايل داكت. الكومن بايل داكت زي ما انتم شايفين كده نقدر نقول لها الديسكربشن بتاعتها، هي معموله باليونيوم بتاع حاجتين. السيستك داكت يا رينات، مش انت رينات؟ وانا حسيت انت فريده الشبره كده يعني لوحديها كده فريده من نوعها. يبقى عندنا هنا يبقى الكومن بايل داكت دي اتعملت باتحاد السيستك داكت والكومن هيباتيك داكت. طب وانتهت ازاي؟ انتهت انها اتحدت مع المين بنكرياتيك داكت وعملت لي دايلاتيشن اسمها امبولا اوف باتر اللي هي جردت بسفنكتر اسمها سفنكتر اوجي، رفعت الميوكس ممبرين وعملت بابيلا اسمها ميجور ديدينال بابيلا وفتحت السكند بارت بتاع ديدرا. كل الكلام ده قلته والله مش عارف قلت ازاي والله، ما هو طلع من فتحات ربنا والله يعني. يبقى عندنا هنا يبقى باختصار معموله باتحاد حاجتين السيستك والكومن هيباتيك داكت. انتهت ازاي؟ اتحدت مع المين بنكرياتيك داكت وعملت امبولا اسمها امبولا اوف باتر ودي جاردت بسفنكتر اسمها سفنكتر اوف اودي، رفعت الميوكوس ممبرين عملت بابيلا اسمها ميجور بيدنال بابيلا وفتحت السكند بارت بتاعتها. الكومن بايل داكت دي يهمني بقى ان انا اعرف الكورس بتاعها، يعني انا قلت البيجيننج والاند بس الكورس بتاعها ماشي ازاي. انا اقدر اقسمها فور سمبلستي انتو 3 بارتس، بارت اباف الجدران، بارت ورا الجدران، بارت تحت الجدران. يبقى الكومن بايل داكت اقدر اقسمها انتو سوبرا جدران بارت فوق الجدران، ريت ترو ديجنال بارت ورا ديجنال، ممكن اسمي البارت الاخراني انفرا ديجنال بارت ممكن طبعا، لكن انا رايي الاسم الاحسن ريترو بانكرياتيك بارت. ليه الاسم الاحسن؟ هقول لكم دلوقتي. يبقى عندنا الكومن بايل داكت اللي باللون الاخضر دي انا هقدر اقسمها فور سمبلستي انتو شوية حقيقي يا جود الجمال كله والله يعني. مش عايزين نتكلم يعني.
هتلاقي وشها احمر دلوقتي واخضر والله يعني. وبعدين بطه هتقتلك، هتقول لك انا مريض دلوقتي. يبقى عندنا هنا يبقى بنقسم الكومن بايل داكت انتو 3 بارتس. اول بارت اللي هو ده، ادي واحد اهو، احط عليه رقم واحد. ايه الجزء ده؟ سوبرا ديجينال بارت. وادي البارت رقم اثنين، ايه ده؟ ريترو ديجينال بارت اللي هو ده. وده احط عليه رقم ثلاثة، ايه الجزء ده؟ ممكن اسميه انفراديجينال بارت او اسميه ريترو بانكرياتيك بارت. يبقى انا قسمتها انتو 3 بارتس. البارت الاولاني كان فوق الديجينال، اسمه ايه؟ سوبرا ديجينال. البارت الثاني بيهايند الديجينال اسمه ريترو ديجينال. البارت الثالث بيلو ديجينال اسمه انفراديجينال او ريترو بانكرياتيك بارت. ناخدهم بسرعة كده بارت بارت، ايه اللي بيحصل فيهم بسرعة. اول جزء ده اللي انا بطلق عليه كلمة سوبرا ديجنال بارت، عايز اعرف فيه كلمة واحدة او كلمتين او ثلاثة، ايه هي؟ بالراحة كده عشان نتخيل الصورة دي مع بعضها. دي الاستومك معايا يا اولاد او يا بنات، بس عبد الرحمن موجود مش قادر اقول بنات يعني، بس هم اغلبيه والله عبد الرحمن يعني. بس المهم علينا، خلاص بقى زمن الرجال المحترمين راح يعني. يبقى هنا ده اضحك يا صاحبي كويس على راحتك يعني، نساء المدينه من حقهم ان هم يقولوا اللي عايزينه يعني. يبقى عندنا هنا دي الاستومك، عندنا هنا اتاتشت كده للليثر كبريشر بتاع الاستومك في بريتونيال فولد مشهور قوي اسمه ليثر اومنتا، شايفينه ولا لا؟ ده اسمه ايه؟ ليثر اومنتا. وطلع ثلاثه بريتونيال فولد هنا، جاسترو سبلينيك وجاسترو فرينيك وجريتر اومنتا. انما بتكلم هنا عن يهمني ليثر اومنتا. الليثر اومنتا ده في بوردر فري، شايفين البوردر ده؟ اسمه ايه؟ اسمه فري بوردر. اسمه ايه؟ فري بوردر اوف ليثر اومنتا. الكلام ده كله يا دكتور ايمانه بالموضوع، الكومن بايل داكت ماشيه في الفري بوردر اوف ليثر اومنتا. يبقى اللي ماشي في الفري بوردر اوف ليثر اومنتا ايه؟ الكومن بايل داكت. يا ريتها ماشيه لوحديها، دي كانت الدنيا تبقى ماشيه وخلاص. دول التلاتة بتوع بيض العجل ماشيين مع بعضيهم. ايه التلاتة بتوع بيض العجل ده؟ الكومن بايل داكت، والارتري اسمه هيباتيك ارتري، والفين اسمه بورتال فين. دايما اقول عليهم بيض العجل، التلاتة دول بتوع بيض العجل ماشيين مع بعضيهم في الفري بوردر في ليثر اومنتا. يبقى ماشي في الفري بوردر اوف ليثر اومنتا ثلاث حاجات، ثلاث حاجات بتوع بيض العجل. طبعا ولا حد فيكم ناقشني في الموضوع، مع ان العجل ما بيبيضش، ده ان الثدييات بيولد، لكن ما علينا كويس يعني. انتم مبداكم لا تشكوا ولا تسالوا طبعا يعني. يبقى عندنا هنا اسالوا ارشوام يعني كويس يعني. يبقى عندنا هنا لو انا قلت اي حاجه هتقول لك امين مش كده؟ ما تصدقوش يعني، بس لما شايف السكينه هتطلع لراسي من ايه؟ من تحت بتاعي. يبقى عندنا هنا ثلاث حاجات ماشيين في الفري بوردر اوف ليثر اومنتوم. ايه الثلاث حاجات اللي ماشيين؟ كومن بايل داكت، هيباتيك ارتر، بورتال فين. يبقى اللقطه الاولانيه يا ساره، يبقى عندنا هنا السوبرا ديجنال بارت. يبقى السوبرا ديجنال بارت ده ماشي فين يا جود؟ ماشي في الفري بوردر اوف ليثر اومنتوم. ماشي مع ايه؟ ثلاث حاجات ماشيين مع بعضهم. ايه الثلاث حاجات بتوع بيض العجل اللي هم موجودين؟ كومن بايل داكت، هيباتيك ارتري، بورتال فين. يبقى دي اللقطه اللي بتتكلم. يبقى دي اول حاجه، ده السوبرا ديجنال بارت. الجزء الثاني اللي هو الريترو ديجنال بارت، ده ماشي بيهايند الفيرست بارت بتاعت الديجنال. لسه الديجنال بنتكلم عليه الاسبوع ده. فده اسمه الفيرست بارت بتاعت الديجنال. يبقى ده الجزء الثاني بتاعي اللي اسمه ريترو ديجنال بارت. يبقى الجزء الاولاني
انا عرفت في كلمه واحده كان ماشي فين في الفري بوردر اوف ليس اومنت والثلاثه كانوا ماشيين مع بعضهم كومبايل داكت هيباتيك ارتري البورتال بين. اللقطه الثانيه كان ماشي فين بيهايند الفيرست بارت بتاعت الدينيو. الجزء الثالث هو الريترو ديدنال بارت سوري اللي اسمه الانفرا ديدنال بارت او اسمه الثاني ريترو بانكرياتيك بارت. بصراحه بحب الاسم الثاني اكتر من الاسم الاول. ليه بقى؟ تعالوا بص بالراحه كده مع بعضينا واحده واحده ونشوف المصيبه اللي هتحصل دلوقتي. ادي الكومن بايل داكت. الجزء ده اهم لقطه تهمني ان انتوا تحفظوها. مش اهم لقطه تهمني تحفظوها دلوقتي. اهم لقطه نحفظها في الكومن بايل داكت ايه؟ انه ماشي بيهايند الهيد اوف بانكريس. هي اللقطه دي هي دي بكل لقطه الكومن بايل داكت. يعني لو واحد بيسالني من الاخر كده في الطب اهم لقطه انا المفروض اعرفها ايه في الكومبايل ده؟ اقول لك انه ماشي بيهايند الهيد اوف بانكريس. اشمعنى يعني يا دكتور يعني بس يعني بتقول لنا المعلومه دي؟ ده انا مش هقول لك المعلومه دي لوحديها. انا هقول لك ان في فين ضخم موجود هنا. ده الفين ده بعيد عنكم اسمه اي في سي. الفين ده اسمه ايه؟ اي في سي. حد يعرف ايه هو الاي في سي ده؟ محدش عارف للاسف. انفيرمنا كام؟ لا 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 ده انا هقول لكم انقح من كده كمان تمام؟ هقول لكم ان في فين اتكون يا اولاد. الفين ده باختصار انا هرسمه بس باللون الاحمر عشان الدنيا ما تبقاش اسود في عيوننا. الفين ده كان اسمه بورتال فين. ده معمول باتحاد تو فينز مع بعضيهم. المهم ان انا عندي في فين هنا اهو لو هيطلع فوق ده بعد كده يبقى اسمه البورتال فين. انت عايز تقول ايه يا دكتور؟ عايز اقول لكم بعيد عنكم ان في مرض مشهور في الطب اسمه كانسر هيد اوف بانكرياس. اسمه كانسر هيد اوف بانكرياس. الكانسر هيد اوف بانكرياس ده بيضغط على ثلاث حاجات. بيضغط على الضغط اللي باللون الاخضر دي اللي اسمها القمم بايل داكت. ادي بقى. اثنين بيضغط على الاي في سي انفيريور فينا كافر. ثلاثه بيضغط على الفين اللي اسمه البورتال فين. دول اسمهم في الطب الترايات. ان الكانسر هيدو بنكرياس كانسر هيدو بنكرياس ربنا ما يوري حد فيكم حاجه من هذا القبيل فيتال. لما تسمعوا حد عنده كانسر هيدو بنكرياس اعرفوا ان هو هيودع الدنيا في خلال ست شهور. ولا تقولوا لا طب ولا غير طب ولا ينوف ان هو هيروح يعمل جراحه ولا ياخد كيمو ولا راديو ثيرابي حتى. حاجه فيتال كده حاجه بعيد عنكم يعني ماساويه. يبقى كانسر هيدو بنكرياس لما بتحصل بتضغط على ثلاث حاجات. اول حاجه ضغطت عليها الكومون بايل داكت يبقى مفيش بايل نازله. البايل نازله يبقى ايه اللي هيحصل؟ البايل ما بتنزلش فبتبتدي تفرز في الدم. ده بيسموه اوبستراكتيف جونس. يبقى اسمها ايه؟ اوبستراكتيف جونس. اثنين ضغط لي على الاي في سي يبقى مفيش دم راجع من اللور لين. يبقى عندي ايديما في البوف لوور ليمبس مش واحد. ثلاثة دخلت لي على البورتال فين عمل لي حاجة اسمها بورتال هايبرتنشن. يبقى ان شورت ايه هما الترايادز بتاع كانسر هيدو بنكرياس؟ ما هو كانسر هيدو بنكرياس دي ترياد على طول. ايه الترياد؟ واحد جاي رجلين الاثنين مورمين وعنده جونتس مش جوندس عادي ده اوبستراكتد جوندس. يعني في حاجه اسمها دايركت بليروبين واندايركت بليروبين فالدايركت عالي جدا. ثلاثه ضغط على البورتال بينه وعمل لي بورتال هايبر. يبقى ده عنده كسر. هو ماسك كلام. يبقى ده اول موضوع انا كنت عايز اتكلم عليه بالتفصيل. اسمه ايه؟ اسمه كومن بايل داكت. تاني حاجه عايز اتكلم عليها بالتفصيل حاجه اسمها الجول بلادر. ايه الجول بلادر؟ الفيصله المناديه.
المرارة اللي موجودة عندنا. الجول بلادر موجودة في فوسة مخصوصة بها. موجودة على الكير سيرفيس رايتو وبلادر. لما اجي اقول هنا جول بلادر. الجول بلادر المرارة. فقعتش مرارة. يبقى عندنا هنا مسكين عبد الرحمن كويس وحيد كده هنا. شفتك معاك ما تقلقش انت ماشي في ظل راجل. المهم يعني يبقى الجول بلادر السايد موجود بتاعها فوسة على الانفيريو سيرفيس اوف رايت لوب اوف ذا ليفر. ده اسمه ليفر. اللي تحت ده كان اسمه انفيريو سيرفيس والناحيه اليمين هي الاكبر اللي موجوده فوسة على الانفيريو سيرفيس اوف رايت لوب اوف ذا ليفر. بنقسم الجول بلادر يا ساره انتو 3 بارتس فانبس وبادي ونيك. اول حاجه فانبس. ايش الفانبس؟ بارت بروجيكتنج بلو الانفيريور بوردر اوف ذا ليفر. يعني ايه؟ يعني لو انا كنت جاي ببص كده بصوا ادي الجول بلادر اهي من غير ما اعمل حاجه هتلاقوا في حته بارزه شايفينها ولا لا؟ في حته بروجيكتنج بلو الانفيريور بوردر اوف ذا ليفر. ايه اللي هو الجزء اللي هو البروجيكتنج ده؟ دي الفانبس. يبقى دي اسمها ايه؟ فانبس بتاعت الجول بلادر. طب ما في حته لازقه في الليفر يبقى اسمها بادي. طب ما في حته ضيقه في الاخر اسمها نيك اللي هتطلع لي اللي هو السيستم ده. يبقى باختصار ما هي اجزاء الجول بلادر؟ الجول بلادر يبقى ليها 3 بارتس. ايه هما 3 بارتس؟ فانجس وبادي والنك. طبعا احنا عارفين طبعا ان النك بتأدي للسيستم داكت والسيستم داكت بتتحد مع الكومن هيباتيك داكت يعمل كومن بايل داكت. بقى القصه الممله الثقيله ما مش هنقعد نتكلم عليها. يبقى اول جزء موجود عندي اسمه فانجس. فانجس يبقى ده موجود بروجيكتنج بلو في البروتوكول. طب وده ريليتد ليه؟ ريليتد للانتيرير ابدومينال. ريليتد لايه؟ للانتيرير ابدومينال. كومبليتلي كفر لوز بريتونيم. البريتونيم عامل كده. انا حاسس ان النوت لو قعدت من غير موبايل بيحصل لها حاجه كويسه. ما تقولش حاجه ما تفهمنيش غلط يعني والله. بحبك يعني على فكره يعني بس. بحب اغير شكلك كل شويه. يبقى عندنا هنا ده الفانلس ده. اللي باللون الابيض ده بريتونيم كومبليتلي كفر. والله العظيم في الموبايل ولا حاجه اجي العب معاك كمان. يبقى عندنا هنا يبقى الجزء ده كومبليتلي كفر. على فكره ده ملوش دعوه بالتركيز. انا عارف ان في ناس فعلا بيعملوا كده وهم مركزين جدا في الكلام يعني تحقيقا. فهنا الفانتس يبقى ده بروجيكتنج بلو الانفير بوردر بتاع الليفر كومبليتلي كفر لوز بريتونيم قدام اول. طب من قدام ريليتد لايه؟ للانتيريور ابدومينال وول. ودي نقطه مهمه جدا. طب ومن ورا؟ ورا في كولون موجود بس انا نزلته شويه علشان لو رفعته مش هتشوفوا اي حاجه في الصوره. القولون ده هو مرفوع سنه اسمه ترانزفيرس كولون. يبقى الفاندس دي ريليتد من قدام لايه؟ للانتيريور ابدومينال وول ماسلز يعني. طب ومن وراها في قولون اسمه ايه؟ ترانزفيرس كولون. واحد يقول ده نازل شويه يا دكتور. ما انا لازم ارفع الليفر شويه وانزل الكلام ده شويه عشان تشوفه يعني. لو حطينا مش هشوف اي حاجه. ودي اهم نقطه عندي في الجول بلادر. ايه اهم نقطه؟ الفانس. يعني انت دكتور ست كل الجول بلادر وهي دي الحته اللي زنقاك قوي. اه هي دي الحته اللي زنقاني قوي هي حته الفانس. ليه؟ بعيد عنكم لان الجول بلادر دي بيحصل فيها حاجه اسمها كولي سيستايتس. ايه كولي سيستايتس دي؟ انفلاميشن اوف ذا جول بلادر اسمها ايه؟ كولي سيستايتس. الكولي سيستايتس دي مشهوره في 5 اف 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 افين يبقى بقوا 5 دلوقتي يعني هقعد اقولهم كده يعني. يبقى عندنا هنا اللي عنده انفلاميشن للجول بلادر ده 5 افات بيعد عنكم. ايه الخمس افات دول؟ 5 افات كانوا برضك زمان يقول لك كده يعني. واحد يدخل كليه الطب يقول لك 5 عين عربيه عماره عروسه مش كويس عزبة كويس. دلوقتي بقى فقر مش عارف ايه كلها بقت افات برضك يعني. ايه الخمسه اف اللي بتحصل في الجول بلادر؟ في مين؟
انا عارف ان الناس يزعلوا دلوقتي 40 يعني في سن الاربعينات فيرتايل اجنبه يعني شغاله ولا انظر حولك ولا انظر خلفك بقى خلي في 5 6 7 8 9 10 11 حاجه زي كده يعني بس انا عارف الكلام ده ممكن يعمل لي اتقتل يعني بقى. يبقى فيميل فيتشي كويس انتوا عارفين الفيميل اول ما بتتجوز ايه اللي بيحصل؟ هي لغايه ما بتتجوز تبقى حرم نفسها من كل ملذات الحياه لا ما باكلش شيء كل يوم لا ما ماشي اول على طول ما تلاقي حملت لا الولد حرام مش ياخد ويرضع كويس وبعدين لما تلاقي خمس ست اولاد ورا بعضيهم في ميل تلاقي انت اتجوزتها كويس فوكس حولت انتو اليفانت بالظبط يعني if you want to change كويس فوكس انتو اليفانت ماري كير يعني ده الكيميل قبل الجواز بعد الجواز ما علينا يبقى هنا عندنا يبقى تلاقيها من الاوزان الثقيله 100 150 180 كده يعني فاتي فاتي ميل والله بص هي ليله الخروف عجباني بس الاولانيه كانت اوبيز والثالثه يعني طيب دايما يقول لك اف 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 5 في ميل فاتي فرتايل 40 فاتي ميل لين مش عاجبها الموضوع نفسي اشوفك يا لين بعد 20 سنه من دلوقتي تبقى عامله ازاي انا كنت والله في يوم من الايام يعني بس كان في واحده زميلتي والله فالمهم يعني مش غلط فهي كانت تيجي تقعد جنبي في العياده عادي بتكشف معايا والله يعني عادي بنكشف على بتاع شريف انا محافظه على وزني انا وزني 50 كيلو بقالي 20 سنه ولا 25 سنه فعلا الواحد كان تبص على الحزام يا اخي تحس ان هتنفخ فيها تروح طايره كده فالمهم يعني مر علينا الزمن كده بعد 10 سنين بقى فلقيت something كان داخل خير اللهم اجعله خير قابلني شريف مش انا لقيت حاجه كده متحركه جايه قصادي افتكرني افتكرتها يعني دلوقتي بقت الفا المهم يعني يبقى عندنا هنا فالمهم بقى لما يحصل انفلاميشن للجول بلادر اسمها كوليسيستايتس بنعمل ايه بقى؟ لو ضغطت على الفندس بتاع الجول بلادر لو عرفت تجيب لها سيرفس يعني لو عرفت ضغطت على الفندس اوف جول بلادر يبقى العين يقول لي يبقى عنده انفلاميشن في الجول بلادر كوليسيستايتس ازاي برسم لها سيرفس الاكمي؟ عندنا ثلاث طرق. النقطة الأولانية يقول لك في التيب أوف رايت ماين كوستال كارتليج. إيه الكلام الغريب ده؟ بصوا كده شايفين العظم إزاي بيلف؟ ناحية اليمين. أنا بقول ناحية اليمين لأن المسلمات دي مش موجودة يعني. يعني أنا كان في واحد بيسألني بعد الامتحان اللي فات ده فبتكلم معاه فبقول له بيسألني سؤال يعني بريء والله. بقول له بص أنت عارف الإسبلين إيه رأيك شمال ولا يمين؟ قال لي يمين. ما علينا هو كان الاسبلين الشمال يعني احنا عايزين فاحنا بنقول الجول بلادر يمين احسن يعني فهم يعني فيبقى ناحيه اليمين مطرح ما الكوستال مارجن بيلف اسمه التيب اوف رايت ناين كوستال كارتليج اي حد فيكم يحس كويس اللي هو الكوستال مارجن حتى لو كان يبقى يقدر يحس الكوستال مارجن التيب اوف رايت ناين كوستال كارتليج يبقى ده السيرفيس امامه دي اول طريقه تاني طريقه ازاي اجيب الفندس يقول لك جيب الرايت بوردر اوف ريكتس ابدومينس ده عبد الرحمن اللي بيلعب خدوا بالكم انا في كل الكلام ده احنا بنتكلم ده هتطلع فاتشي انا مش عارف هجيب ازاي الرايت بوردر اوف ريكتس ابدومينس انت مش هتشوف اصلا ريكتس ابدومينس انت هتشوف فات فات يبقى عندنا هنا المهم يعني قال لك الرايت بوردر اوف ريكتس ابدومينس اسمها لينيا سيميليونيريس لو قطعت البون يبقى ده السيرفس اناتومي سلام على الروايه يقول لك لا 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 في طريقه ثانيه ما بين الزيفويد بروسيس والامبليكس خد منتصف المسافه اسمه ترانس بايلوري بلين لو قطع الكوستال مارجن يبقى ده السيرفس اناتومي يبقى ازاي بترسم لها سيرفس اناتومي ثلاث طرق تحسس على العظم وتروح ضاغط ده اسمه التيب اوف رايت ناين كوستال كارتس تاخد الرايت بوردر اوف ريكتس ابدومينس اسمها لينيا سيميليونيريس مطرح ما قطعت الكوستال مارجن لو رسمت ترانس بايلوري بلين وانا هرسمه ازاي بين الامبليكس والزيفويد بروسيس ما وقت ما يطلع الكوستال مارجن يبقى ده السيرفس اناتومي. بعمل ايه بالسيرفس اناتومي ده؟ طبعا لين اسيتولين بتحفظه خلاص بقول لك يعني بحفظه علشان الامتحان يعني. لا انا بستخدمه في الطب يعني. بحط ايدي كده على العينه
شمال عيانه لانها كانت فيميل يعني ما بيحصلش في الميل بيحصل طبعا. بحط ايدي على العيانه كده دي بيسموها في الطب ميرفي بوينت اقول لها خدي نفس واروح انا ضاغط خدي نفس. هو لو عندها اصلا انفلاميشن مش هتطلع ها هي هتاخد وهتقف هو لان ها معناها يبقى الجول بلادر هتنزل على اصبعك فهتصوت يعني. فانا يا مسكين بقى كنت لسه هاوس اوفيسر لسه انترن بعيد عنكم لسه بقى متخرج فقلت امثل الموضوع في الطب بقى. قال لي يعني انا طبعا ما كنتش عارف بقى ان الدبابات موجوده فدوبك انا جاي بحط ايدي مين اللي بحطها ميرفي ده ميرفي ده ما شافش اصلا في مير ده انا بحط ايديا الاثنين وبضغط ومش عارف اوصل للجول بلادر ده كان 10 اراتير شحم قصدي. يبقى عندنا هنا يبقى باختصار شديد جدا يبقى الفندس مهمه لان دي هي سيفسلات ده اللي انا بضغط عليها في الطب بس ميرفي ده اكيد يعني لازم كان يعتذر للطب بعد كده. المهم يعني يبقى باختصار الفندس ريليتد من قدام الانشيرا كرينال وول وراها كولون اسمه ترانزفيرس كولون. عندنا بعد كده تاني جزء بطلق عليه كلمه البادي. والبادي كان معتاد وراها ترانزفيرس كولون، محدش يقول ترانزفيرس كولون سائط، هو سائط في الرسمه بس. وقدامها الليفر، طبعا واضح جدا الليفر كويس موجود ومش الليفر بس موجود قدامها، دي ناس اسمك ايه؟ رغد. فرغد رغد العيش يعني. يبقى هنا عندنا هنا المعلومه اللي هقولها دي يا لين، مالك يا لين؟ بس واخده موقف مني ليه؟ يبقى عندنا هنا ما بين الليفر والجول بلادر ما فيش اي حواس. المعلومه دي بمليون ريال. انا ما فعلا يعني ما بهزرش. الفندس كان كفرد من قدام الوار بالبرتونيه، لكن البادي من ورا كفر ديجست اولي بالبرتونيه. امال من قدام لازقه في الليفر. ولذلك لما كنت بشرح الليفر كنت قلت معلومه، قلت المنطقه دي بير اريا، دي منطقه خاليه من البريتون، مريت ليه؟ للجول بلادر. الجول بلادر بينها وبين الليفر كويس او محبه، بيحبوا بعضيهم. هو يدي لها بلاد سبلاي وياخد منها فينس درينج وياخد منها الليمفاتيك درينج. لازقين في بعض. المعلومه دي مهمه جدا وهنوصل لها دي. يبقى باختصار البادجي من قدام لازق في الفوسته بتاعته على الليفر، من ورا يبقى ترانزفيرز كولون، والبريتونيوم عامل كفرنج جاست اونلي بيهايند. ثالث معلومه وتاثيرها طبعا عبد الرحمن عبد الوليد، هو ايه اول معلومه؟ اول معلومه كانت في الفانجس وثاني معلومه كانت في البادي، ثالث معلومه كانت في النك. النك ده بيبقى فيه حته كبيره شويه يسموها هارتمانز باوتش. يبقى لو انا كنت جاي برسم كده الجول بلادر، ادي الجول بلادر، انا عارف انتوا مليتوا خلاص معلش، يبقى دي اسمها فندس ودي اسمها بادي. النك كده بيبقى فيه دايلاتيشن اسمها هارتمانز باوتش قبل ما تعمل الدكت اللي اسمها سيت ستة، يبقى دي اسمها النك. يبقى فيه باوتش كده جيب كده اسمه هارتمانز نيم اوف ساينتست هارتمانز باوتش. مشكله الجول بلادر موجوده عندي في ايه؟ اورجو. انا عارف ان كويس خلاص مخده وسرير يعني كويس يعني الله يكون في عونك يا بنتي والله. فعندنا هنا مشكله الجول بلادر ايه؟ في الطب يعني ان هي كومن سايز اوف ستون يعني ممكن تحصل ستونز فيها. يحصل انفلاميشن ويحصل ستونز فدي كومن سايز اوف ستونز. الستونز اللي بتتكون دي بعيد عنكم دي خيرات ربنا طالعه. بتلاقي في كيس موجود. الكيس ده بتتحوش فيه اسمه هارتمانز باوتش. طب وبعد ما تطلع من الكيس هتمشي بعيد عنكم في الكومن بايل داكت. لو كنت لاقي يبقى الموضوع هيجيب لي بالنسبه لي واحده تقول لك الم 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 كويس بيقطع مصارين تروح المستشفى يدوا لها شويه حاجات تبقى زي لو كانت الدنيا سودة الستون تقف في الكومن بايل داكت. طب ولو وقفت في الكومن بايل داكت يحصل ايه؟ اوبستراكتيف جوينتس. يبقى دي مهمه جدا بالنسبه لي. يبقى باختصار مشكله الجول بلادر اللي موجوده عندي في الطب حاجتين ايه هم يا جود؟ كوليسيستايتس انفلاميشن اللي هو ممكن يقلب في النهايه بستون فورميشن،
لو ستون صغيرة هتعدي بآلام وبعدين الدنيا الواحد يتحسن، لكن لو ستون كبيرة هيحصل لها انفكشن في الكومن بايل داكت وتعمل لي اوبستراكتيف جوينتس. البلاد سبلاي ده آخر حتة خلاص هقولها، أنا عارف لا لسه النيرف سبلاي، يبقى البلاد والنيرف سبلاي. البلاد سبلاي هي موجودة في الرايت لوب أوف ذا ليفر، يبقى الأرتري بتاعها جاي من الرايت هيباتيك أرتري اسمه سيستيك أرتري، والفينس رينج بتاعها سيستيك فين بيصب في البورتال فين، يبقى البلاد سبلاي بتاعها ايه؟ ارتري اسمه سيستيك ارتري جاي منين؟ زيها زي الليفر رايت هيباتيك ارتري، والفينس رينج سيستيك فين بيصب فين في البورتال فين. بس في معلومه مهمه، معلومه مهمه اللي هقولها، اقول يا رغد دلوقتي معلومه مهمه، المعلومه اللي هقولها دي ايه بقى؟ المعلومه اللي هقولها ان الجول بلادر ما بتكتفيش بسيستيك ارتري. يعني ايه؟ يعني بتاخد بلاد سبلاي كمان من الليفر شخصيا، ودي اهم معلومه تهمني في القصه. ليه؟ انا عندي تو اورجانز بناخدهم، هناخدهم الاسبوع ده، واحده اسمها جول بلادر وواحده اسمها ابندكس، والاثنين سؤال اسئله نظري على فكره. تعاملي كدكتور مع الانفلاميشن اوف ابندكس اسمها ابنسايتس غير تعاملي مع الجول بلادر اسمها كوليسيستايتس. فور اكزامبل جود جالها مثلا فور اكزامبل انفلاميشن في الابندكس، تيجي تقول لي يا دكتور في انفلاميشن في الابندكس، فاقول لها والله هنضطر ان احنا نعمل لك عمليه. يا دكتور ده انا بقالي 20 سنه عايز اتجوز فدخلتش بكره، فيعني طب ناجل الموضوع بعدين يعني بتاع المهم يعني برضك تعمل العمليه. طب بص طب اقول لبابا وماما يجوا بس عشان هتعمليها برضك، يجوا او ما يجوش هتعمل العمليه. ليه انا بتعامل بعنف مع الابندكس؟ لان ليها بلاد سبلاي واحد، لو اتقفل يحصل جنجرين. عارفين يعني ايه جنجرين؟ يعني اورجان مات فينا واحنا عايشين يفرقع بريتونايتس. طيب ده رايح عند ربنا، اول ما تشوفوا بريتونايتس من الباب تعرف ان واحد رايح لربنا من الشباك على طول. فعلا الحالات اللي شفتها بريتونايتس والله ما بهزر، ما شفتش حاله بريتونايتس الا راح لربنا خلال اسبوع، بس اسبوع من العذاب يعني. لذلك اي واحد يجي له الابنسايتس بتعامل معاه بعنف في الطب، ما برحموش. هيعمل عمليه يعني هيعمل عمليه. اما لو جه لي واحد عنده كوليسيستايتس اقول له بص بقى هدي لك انتيبيوتيك هيل وانالجيزيك حاجات مسكنه وابقى تعالى لي كمان اسبوع. انا كمان اتعاملت معاه بالطريقه دي ليه؟ لان هي ليها دبل بلاد سبلاي. هي ما بتاخدش من السيستيك ارتر من الهيماتيك ارتر بس، لا دي بتاخد كمان من البلاد سبلاي بتاع الدم. انا مش عارف هيحصل له ايه. انا كدكتور الاحسن بالنسبه لي اعمل عمليه امتى؟ لما العيان يبقى كويس، ما اعملش عمليه وفي التهاب. امال انت عملتها في الابندكس ليه؟ لانه ما عنديش اوبشن. هي صحيح القصه بتاعت الابندكس ممكن ما تحصلش، بس ممكن تحصل. وانا مش هبتدي في نظام احتمالات اصلا هتحصل او ما فيش هتحصل. يبقى باختصار البلاد سبلاي يهمني جدا بتاع الجول بلادر، انتوا تعرفوا مش ليها سيستيك ارتري فقط، لا دي ليها بلاد سبلاي بتاخده من البيت بتاعها في الليفر. المعلومه الاخيره اللي انا هقولها خلاص عشان عارف انتوا مليتوا، النيرف سبلاي بتاع الجول بلادر. انا خدت بلاد سبلاي اخر حاجه النيرف سبلاي. الجول بلادر يا لين انت ما بقتش لين خالص، انت بقيت حاجه ثانيه خالص يعني، حاسس ان انت بتبص لي كده بعينيكي بس هي بتقول لي ارجوك خلص يعني بس يعني جول بلادر انا مش عارف ايه بتاع دلوقتي السرير، واذا حضر السرير المهم يعني. النيرف سبلاي بتاع جول بلادر، النيرف سبلاي بتاع جول بلادر اوتونوميك نيرف سبلاي، يعني ايه اوتونوميك؟ يعني سمسات الكوبرس مثلا، ودي معلومه يعني عاديه جدا يعني. النيرف سبلاي لما نقول اوتونوميك يعني ايه؟ بلكسس حوالين السيليك ترانكس مثلا، بلكسس جايه من البيجاي وجايه مش عارف من جريتر سبلانك بلكسس اسمها سيليك بلكسس اوتونوميك نيرف واحد سمسات الكوبرس مثلا. فدي معلومه عاديه، انما فيها معلومه غير عاديه. المعلومه اللي هقولها دي هتيجي سؤال ام اس كيو، المعلومه اللي بقولها دي بتخلي ان ده سؤال من الاسئله النظر الموجوده عندنا. الجول بلادر فيها حاجه مختلفه عن كل الاورجنز في العالم، ايه؟ انها بتاخد نيرف سبلاي سنسوري من الرايت فرينك. ايه رايت فرينك؟ ايه الرايت فرينك ده؟ تسمع عنه؟ مش معنى لا بس اتكلمنا ليه؟ ايه الفرينك ده؟
يعني كويس عبد الرحمن بوصل يعني الدافع يعني هو رايت فريك يعني سبلاي دافرين نفس النرف اللي سبلاي دافرين يسبلاي الجول بلادر. طب ليه؟ علشان الامبريورج بتاعهم كان واحد حاجه اسمها سيبتم ترانزفيرزم يعني فهي خدت نفس النرف سبلاي. طب وايه اهميه الكلام ده؟ اهميه الكلام ده لما يحصل في الجول بلادر تبعت للمخ تقول له انا عندي الم. تصدقوها ولا ما تصدقوهاش؟ ما تصدقهاش. انا قعدت 40 سنه من حياتي ما استقبلش منه. المخ بيفكر كده ذكي المخ قال لك انا غلطان ده اكيد نفس المنطقه من الجلد اللي ليها نفس النيرف سبلاي هي الملتهبه بس انا لخبطت. طب وايه المنطقه من الجلد اللي ليها نفس النيرف سبلاي؟ الحته دي التب بتاع الترايت شولدر. صدقوا اللي عنده التهاب في الجول بلادر عنده ريفيرت بين في التيب اوف رايت شولدر. واحد يجي يقول لي بص انا عندي وجع هنا اقول له انت عندك التهاب في الجول بلادر. انا اقول لك ده اكيد دكتور مدرسه الطب اصلا. بس ما ايه اسمها ريفيرت بين؟ يبقى ليه حصل ريفيرت بين؟ لان المنطقه دي سبلاي بنيرفس وسوبر كليفيكولار نيرفس سي 5 زيها بالظبط زي الفرينيك. اي هوب ان انتم تكونوا فهمتوا. ثانك يو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.